الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسعدني دوما ودائما أن أرحب بكم أنتم متتبعو قناة القرآن الكريم قناة الخامسة القناة الهادفة قناة الوسطية في الجزائر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يفيدون ويستفيدون خاصة مع هذه الحصة التي أتشرف بان اكون فيها معكم وهي حصه بقية الرحله. بقية الرحله كما ذكرت في الحصص هي السالفه هي الرحله التي ستبدا من الغرغره او من مرض الموت الى الجنه او النار. ساتناولها في قالب جديد قالب يتماشى وظروف العصر قالب يتماشى والتحديات الحديثه هكذا حتى نستفيد باذن الله تبارك وتعالى وهذا هو الاعجاز. في هذا الدين ليكون صالحا في كل زمان ومكان. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان يلقب بالخليفه الخامس الراشد. هذا الرجل الذي استطاع في ظرف حوالي 24 شهرا سنتين ان يرجع الخلافه الراشده الى الواقع، حيث ساد في زمانه العدل وانتشرت في زمانه المساواة. وعاش الناس في امن واستقرار خليفه من خلفاء المسلمين عمر بن عبد العزيز كان في كل مساء يجمع العلماء الربانيين الذين يذكرونه بالاخره واتدرون ماذا كان يفعل كان يفعل شيء يسمى اليوم في علم النفس دراما بمعنى نمثل لشيء غير موجود غير حقيقي ونريد الوصول اليه أتدرون ماذا كان يفعل عمر بن عبد العزيز كبسيكودراما أو الدراما النفسية كان في كل ليلة يسجى أحد العلماء ويغطى بكفن أبيض ثم يقوم العلماء الآخرون ويتحدثون عن رحلة الآخرة أمام عمر بن عبد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو يبكي مثلاً يطلب من أحد العلماء أن يحدثه عن سكرات الموت فيبدأ يتحدث تخيل أنك ترى شخصا أمامك مسجى وكأنه ميت وتتحدث عن سكرات الموت أكيد ستعيش تلك اللحظات ويبدو لي قاعد جربناها لما نكون نشوفوا شخص مات من العائلة عزيز علينا ممكن من الجيران ونشوفوه مسجى وحدك وحدك عينك يحبسوا يتوقفوا وانت تدخل في تأمل ميديتاسيون تتامل هذا مصيري انا ثاني راح نوصل لهذه ونفس الشيء عندما تذهب الى المقبره لتحضر جنازه وتحضر لحظات قبر الانسان كي في القبر تاعو تبدا انت ثاني تتامل وتبدا تقول سبحان الله انا ثاني جاي نهار راح يرميوا هكذا عليا التراب وراح يديروا علي هذوك الحجرات ومن بعد يروحوا يخلوني فهذا كله تامل عمر بن عبد العزيز كان يفعل هذا كل ليله يحطوا واحد في الوسط ويبدأوا يهضروا على سكرات الموت يبدأوا يهضروا على الملائكة لما تدخل على الميت كيفاش الروح تطلع كيفاش الرحلة تاع المعراج تاع الروح كيفاش من بعدها تعود ترجع إلى الأرض كيفاش السؤال تاع القبر إلى آخره إلى آخره إلى آخره, إلى آخره فحتى حتى تتابع هذه الحصص وحتى يصبح عندك شغف في متابعة هذه الحصص وحتى تولي تسنى هكذا في الساعه وتقول الحصه تاع رحله بقيه الرحله راح تبدا على التوقيت الفلاني وتولي انت يعني تسرع باش توصل باش تشعل التلفزيون تاعك باش تشوف الحصه لازمنا نعرفوا مع بعضنا بعض علاش بعض. نتكلموا على بقيه الرحله واي لماذا بوركوا لان القاعده تقول اذا كان لماذا عندك كبير سي سي بو كيف سيكون يسيرًا quand votre quand اذا كانت لديك اسباب كبيره جدا لمتابعه هذه الحصص التي تتحدث عن بقيه الرحله فبإذن الله تعالى سيكون لك شغف وستتابعها وستناقشها مع ذويك وستستفيد وبإذن الله تعالى ستصلح أشياء ستصحح أشياء ستتوب في أشياء وستفعل أشياء كثيرة في حياتك وستعمر الأرض بإذن الله تعالى وأنت تشعر بأنك عبد لله عبد لله وتشعرين أنت بأنك أما لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لماذا الأول؟ لماذا الأول؟ علاش نتكلم على بقية الرحلة؟ نتحدث عن بقية الرحلة للوضوح الوضوح انا اعرف الكثير من الناس خاصه عندما نلتقي في الجنائز وندير ندير المواعظ في الجنائز يعني في الثلاث ايام ولا يتلموا الناس ونديروا موعظه والناس تخشع وكاين بزاف الناس توب كاين بزاف الناس تبكي وكاين بزاف الناس ترجع خاصه اللي مات وليده ولا ماتت له بنته ولا مات لها زوجها ولا مات له ولا انسان قريب هذا يخشع راح يكون في قمه الخشوع يستفيد الوضوح في هذوك الثلاث ايام ولا كاين بزاف الناس يسالوني شيخ واش يوصل للميت؟ هل قراءة القرآن توصل له هل كي نصوموا في بلاصتو توصل هل كي صلوا في بلاصتو توصل له؟, له, 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 له هذاك الميت في المقبرة كيروح وكيفاش يعيش؟ مع من يكون؟ واش يشوف؟ تخيل إنسان مسكين ما عندوش نو كلير فيجن الرؤية غير واضحة بتاتاً مش عارف مش عارف واش راح يصرى فتجي انت انا نجي ونوضح له نقول له باللي الموتها في المقابر يتزاوروا في الحياه البرزخيه يشوفوا بعضهم بعض وكل يوم اخبار المو اخبار الاحياء تلحق للموتى باباك اللي مات عنده عشر سنين راهي اخبارك مازال مازال تلحق لك تلحق له باباك لما انت تدعو الله تعالى توصل له باباك لما انت تقرا القران وتقول يا ربي هذه البابه توصل له كي دير صدقه وتقول هذه البابا ولا هذه اللي ما تبدا تتوضح الامور عند هذا الناس وكل ما تتوضح الامور كل ما الانسان يروح لحاجه واسمها سو او دوني سون ماكس انك تمد كل ما في قوتك باش هذاك الوضوح تعيشه تعيشه من بعد بصح واحد كي دون لومبيغويتي واحد اللي راه عايش في الغموض موش عارف وين راه ورا رايح مسكين يعيش تعبان رقم اثنين لماذا لليقظه ليفاي واش معنى ليفاي وما معنى اليقظه كثير من الناس يمشوا في هذه الدنيا راقدين تقول صح انا محلولين نشوف الطريق نسوق سيارتي نشوف ولادي ندير كذا القضيه ماهوش العينين هذو اللي محلولين نتكلم على العينين اللي موجودين هنا كل انسان عنده اربع عينين عنده زوج عينين هذو اللي يشوف فيه واسمهم لي زيو دو لا في هذ عينين سي لي زيو دو لا كلير هاد العينين اللي تشوف بيهم واش ما يتشافش هاد العينين اللي تشوف بيهم انت الاخره في الوقت اللي الناس الاخرين ما يشوفوش نعطيك غير دليل بسيط جدا كاين بعض الناس مثلا يجي واحد يعرض عليها رشوه يشوفها باللي فايده ودراهم وما شاء الله باش شاف هذا شافها بهذا الزوج شافها مبلغ تاع دراهم 50 60 70 مليون 100 مليون مليار زوج بصح يخلصوا اما اللي شافها بالعين تاع هذو تاع القلب هذا يشوفها باللي رشوه يشوفها باللي حاجه نبتت من سحت راح النار اولى بها راح يشوفها بلي راح تخرج فيه وتخرج فيه ولاده وتخرج فيه داره بعدني ما نديش خطيني واحد اخر باش يغطي على روحه يكذب باش يغطي على روحه يكذب المراه تكذب على رجلها ولا راجل يكذب على مرته ولا والله ما درت والله ما كذا ومن بعد لي مود باس وغطي التليفون ودير هذه كذب في كذب هذا راه يشوف هذا الزوج عينين بصح اللي يشوف بهذا ما نكذبش رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له أيكون المؤمن سارقا قال نعم أيسرق المؤمن قال نعم أيزني المؤمن قال نعم أيكذب المؤمن قال لا ما يكذبش فعلاش نكذب على نوصل لأن الله يشوف بهذا وما يشوفش بهذا وبالتالي اليقظة ليفاي باش تجيك اليقظة بالآخرة كي واحد يتفكر باللي كاين قيامه كاين نهار نخرجوا فيه عورات حفاة غرل وكاع الناس في صعيد واحد حبس اخويا ما عندي ما يداني المشاكل هذا حبس واش قال لي يا ربي قال لي نصلي نصلي قال لي صوم نصوم قال لي حج نحج اذا قدرت قال لي زكي عندي المال نزكي ما نبقاش نتحايل لانني نار بلي كاين حاجه حاجه واسمها الاخره وبالتالي ليفي اليقظه اللي لي بعده في لماذا الثالث هو أن الإنسان عندما يعرف بقية الرحلة سيصحح أشياء كثيرة في حياته الأخر كانت اليقظة هذه واسمها الانتباه الانتباه فرق بين ليفي إلو ريفي ليفي إلو ريفي ليفي أنه اليقظة اللي كنت نهضر عليها قبيل يقظ يقظ يشوفوش ما يشوفوش الناس أما هذا منتبه حبس قال راني ما نصليش صلاتي في الوقت انتباه warning اتونسيون حباس انا نعرف ناس وانت تعرف ناس الصباح كانوا العشيه ما كانوش نعرف ناس للعشية كانوا الصباح ما كانوش الى ان القضيه كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا في اخر الزمان ياتي زمان على امتي يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا او يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا مشكله الانتباه لاتونسيون وبالتالي لماذا الثلاثه اللي ذكرتها في هذا العدد هي لماذا تاع الوضوح كلير فيجن رؤيه واضحه كي تكون عندك سياره ويكون البار بريز تاعك فيه الغبار او السياره تمشي والطريق فيها الضباب تمشي بلا عقل عندك واحد لا والو ممكن تمشي بالمطر بالزوج لكن لما تضرب لي سويكلاس تاعك وتطلق الماء تاعك في اللاف جلاس تنضف الرؤيه واضحه طريق قالت لي 80, مش 80 ما عنديش اشكال اللي ما عندهمش رؤيه واضحه على بقيه الرحله مساكنه ويمشوا بالعقل في الدنيا هذه يمشوا بالعقل للاخره وبالتالي كاين بزاف اللي يوصلوا رقم اثنين قلنا اليقظه الانسان يفطن رقم ثلاثه الانتباه هنا الانسان ينتبه سي لاتونسيون وبالتالي بقيه الرحله في لماذا الاول في هذه الاشياء الثلاثه كما اتفقنا نناقش هذا العدد مع ذوينا مع اهلنا وبالتالي سنستفيد ونفيد القاكم في الاعداد المتبقيه في حصه بقيه الرحله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته